بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. وبعد، حلقة جديدة من حلقات مصدق رسم التي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون موفقا فيها لنتابع جميعا. نبدأ إن شاء الله باللون الأصفر. نحاول ما امكن لون الظل هنا، خدوا اللون ديال الظل. بسم الله. رسم جبل ان شاء الله. سبق لي وقلت ممكن نخدمو حتى بالكراتوار، الطريقة ديال الكراتوار لازم مثلا الكمية المعلومة بحال كون نخدم بهاد الطريقة، ولكن أنا كنفضل نخدم بالشيتا، كنلقى فيها شوية اليسر، شوية السهولة، وشوية الحرية. اللي عجباتو الطريقة ديال الكراتوار يخدمها، ماشي مشكل. سهولة. بسم الله. نخدم الشجار. بعد ما حاولت نكمل التقنيات ديالي بنفس الالوان، هنا هذا اللون خليط من البنفسجي والازرق والاسود، نفس التقنيات ديال الاشجار ونفس الضربات. غادي نحاول ما امكن نرسموا الاشجار ديالنا هنا. لاحظوا هنا هاد الالوان، هاد اللون يميل الى الاسود القاتم مع خليط من الازرق والبنفسجي. حاولت ما امكن نحاول نقصح اللون من الفوق الى الاسفل، ونفس الطريقه استعملت هنا باش نحاول على نحافظ على تقنيه الظل والضوء من بعد، حيت هذا لون العمق، ودائما لون العمق كنخدمو به باش نعطيو الإضاءة للوحة من بعد، منين بغيو نسالو اللوحة ونختموها كنكملو بدوك الضربات الآخرين اللي غي يعطيوني الشكل ديال إضاءة اللوحة، واقعية اللوحة. الأزرق مع خليط من الأخضر، نحاول ما يمكن نجيبو به تقنية الضوء هنا. ممكن نصلح كيف ما بغيت، ممكن نصلح الأخطاء ديالي بهذه الطريقة. تقنيات شوية متابعة، شوية تركيز، يمكن نهيب بالإخوان باش دائما يشوفوا القناة ديالي، لأن الحاجة إلا كررتي منها تحاول ما يمكن تعلم لها. التقنيات سهلة في متناول المبتدئين، ما صعيباش
ولكن ضروري المتابعة والتركيز. خدم الظل ديالي نفس الضربات لكن هذه المرة غنستعملوا اللون الأبيض ونحاولوا هذا اللون اللي بالأزرق نطفيه شوية اللون الأبيض. كنبدل اللون من حين إلى آخر. هنا استعملت اللون الأحمر وهرسته بالأبيض باش يعطيني هذا الانعكاس ديال الشمس، إلا أن اللون مهرس شوية بالأبيض باش نحاول ما أمكن نقربوا الإضاءة الانعكاس ديال الشمس. لاحظوا معايا هاد الفرشاة، هاد النوع ديال الفرشاة، حاولت ما امكن نخدم بالابيض ابيض. غنحاول هنا ندير واحد الشلال ديال الماء طريقة سهلة. كاس الماء العملية الأخيرة هي الجذوع الأشجار، الجذوع اللي كتبان بعيدة حاولوا ما يمكن نبينوها. كما كتلاحظوا كل حاجة خصنا نعطيها وقتها وحقها. أحبابي في الله، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا. أسلوبي سهل، وسائلي بسيطة، دعموني بالمشاركات ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.